شوف 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 لي حل شوف حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي 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 شوف ل
شوف 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 لي شوف 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 لي شوف 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 لي شوف لي حل. جعان لهالدرجة شاور خوك وروح من توا. ما نجمش محضر جنابه ملي ولا يسكن في النصر ولا مرسكي عندي في الفطور. عاد هذه اللي سميوها متسلفة مردودة. شنو نسيت قداش رسكيت عنده قبل ما تعرس؟ المشكلة كون هو مرسكي عند واحد مرسكي. وقيت فطور مش هكا؟ اي زيد اخويا. يضر فيك جعت. يا لندرا امي اش مطيبه لنا اليوم؟ سمعتها قالت روز باللحم ومايه اللي خلات. معناتها الفطور مغرفة. انا غالب يا اسبوعي انا ما نجم نعدي كم الخبز. اي تعرفش كيفاش؟ بنمشي تعدى للكوشه وجيب لنا باجيت سخونه. توا امي ما قالتليش. اي ولو جيب لنا باجيت كمام على ما ياتي وباش هكاكا تزيد جوع اكثر. امسيك دكتور من بكري هو يستنى فيك. انا بلعاني نعمل له هكاكا باش ينحي اللهفه ويتعلم شويه صبر. اون بلوس يلزمو يضعف شويه ويولي زفلت كيفي انا. شاهي طيبه دلندا. شاهي طيبه دكتور. شاهي طيبه. عايش. اسبوعي يا اخي وين ماشي؟ ايه اسبوعي شبيك يا اخي؟ جيت مع بني هلال خليوكم شاوة. يا عجبكش يوليش واحد يزم يسكر على روحه بشكل قد مخبص؟ يا اخي شبيه طنطو متخشش سلمت عليه وما جاوبنيش. على خاطر فمه مليان بالفطور متاعي هو باش نشكي بيه انا لخوه وامه، واذا ما فهمش روحه باش نشكي بيه المرض. ايك هو عندك الحق طنطو. ايه خيجي منه هو كي طنطو. البنات ما هبطوش؟ بنات اختي البنات عندهم قداش ما جاوش البلاص؟ حتى فطومة اللي كانت تجي تفطروني ولا تجي نهار وزوز. لا نحكي على سونيا اللي تسكن هون وصاحبتها نيدي. سونيا بنت الفجاه؟ ها صاحبتها؟ ها وانت وين تعرفها؟ ما خاطر طلعنا نقراو فرد فاك وزيد ناخذ فرد سبيسيال. ختمت يا بن عروس. ما تقوليش وليتوا صحاب. لازم تكون. سمحني عبد الله، ما دامكم تحكيوا مع بعضكم ما جبدتلكمش عليا حتى مره. ليه؟ اي 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 يظهر لي البارح حكيت لي سونيا كيف قصيت عليها الضوء وانت واسبوعي وهي عم تروحها ما شلقتش بيكم. هكا هو هذاك اش حكيت عليا؟ ليه وقلت لنا كيف دخلت بعضك كي لقيت بوها ومديت القهوه والكراسون. فليقة ضحك في الكارون. مالا يا سي فليقة ضحك؟ قدامك النصبة خلينا نمشي نجيب كاسكروت آخر. لا لا ماش عليه بك. لا يا فوشيك يا فوشيك. سافا هكاك كلثوم يعطيك الصحة. أيهبت صحة وانت بقضيتك اللي ما توفاش خليتي فيا صحة. تي الزينة عاد كلثوم متشوكية تي الدار محسوبة تقدت. شنو اللي قعدت تراه؟ كان الريدوات نتاع بيتهم بفضيلة غدوة نكملوه. مدام زين مدام خالي سليمان وفاطمة مش مروحين في الفطور وخيت علاش ما نسخنوش البيت؟ والله اني لعيت فيه جهد باش نطيب. يا اخي احنا لازم ناكلوا البيت تو نتكمانديو فطورنا كيما تعمل فطومة. زعما؟ زعما كل شيء يتكماندا في النصر. تو نكلم واميا بيتزا. وش هي هذا؟ اسم الاستوران؟ مش الاستوران بيتزارية. محسوب حاج موسى موسى حاج ماما كلهم يدنوا في الميكول. الو عسلامة بربي حاجتي بدو بيتزا. واحدة بيشوغ بالفخوي دماغ واحدة مش تحبها باش تجي البيتزا ما هي تجي بالطن. واحدة نبتون. ليه ليه قلت لك بالطن؟ تي نبتون معناها بالطن. شو يا سيدي؟ حي ناصر نهج عدد 5043 تعرفها الانستيتيوت بوتي المسكرة احنا الفيلا جوست اللي لصقتها.
اي دار فاطمه الابيضي. اوكي ميرسي. يا عجبك شتوا ولينا مشهورين عند جماعه البيتزا؟ عجبها سيدي فاطمه واش يطلع منا الحلوف. مدام زين والله ني فكره الميكول اللي بالموصل حجبتني، قلت نكلم علجية خد سيدي داود تعمل لنا حويجه هكا في الحي. ابون علجية تعرف طعم بيتزا؟ ليه بنتي تعمل الملاوي بالهريسه والسردينه. يمكن انت ما ظهر لك كان تمشي الحكايه، حجي لكعبه الملاوي تتكلف بحق التليفون. يعطيك واحد في وجهك شتك العار. زعما يا امي توا يا اخي ما تعرفش ولدك مفرفش. نخليه كيف نديدو يا اخي ما قعد كان هو تري تري بيان. ها هوني وصلت بابا. ايه وصلت بابا. وهودي انا جبت لك الباكيت سخونه. واش قال؟ هاو عندنا الخبز. قلت له يا امي قلت له شو؟ قلت له شاور امك قبل ما تعدى الكوشه. هلا غالب راسه صحيح. قال شنو باش يبدا الخبز سخون؟ معك انا. اي انت. هو ديما يحب يودنا بالحويجه الباهيه. اي قعد بابا نفطروك. عاد اش تعمل؟ رضح في التوام. خليك مش نشوفهم. والفطور؟ الفطور ما يصيرش ينجم يستنى. ريتو خلى الفطور ومشى لاولاده. باش قلت لك توا كي ولبوا صغار رزن. لا يا امي هذيك تكنيك عملتها له انا باش يتعلم القناعه. حتى هو اختي فضيله تبارك الله تبارك الله قداش يعلم. يا خيتي يخزر الخشمك هذاك عودو باهيشي. انا نتكلم على مخو كيف اللي كبر هكا ولا يشعر بالمسؤوليه. زعما يا ذنوبي. انا اقول لك امي وسيدي خويا قاعدين يكملوا لي هكا. امك واخوك يكملوا لك بربي يزي ما تخلويه. ما علاش كي راوني يدخلوا بعضهم ويقلبوا الحكايه. اهو كتفكر روحك في 24 ساعه الاخرانيين ايش من عمله عملتها ونسيت. ما عملت شيء ما نتفكرش. تفكر كسر دوز بنجل في البيرو. اما سيدي خويا ما فاقش بيا راهو. اي شاون اخر شاون اخر شاون. اي وقطعت الفليكسيبل تاع بيت البانو هنايا. فهو انت نانا عملت حالة وحلفت باش ما عادش تبدلوا. وانت شبيك يا خيط كرفية كي وعدتني بظهرك؟ ماك شوفية قاعدة الرضة. ما تقولي زادة ما زلت أحشبني يا عزوزتي. كليم هذا عزيزي. كي كلامك يا عزوزتي ما موش خطرنا مع الرصيد. الله قدر هو الكل. بيبي خلنا نخلط على الفطور قبل ما ينهفوا سيدي خويا. على الله يوم الغثيث. أهلا فوشي. أهلا فاطمة. وينك يا بنتي؟ بكي بركة تفكرني؟ إن شاء الله بالخير. لا تهنى. قلنا ويني عندها مدة ما طلتش. هاني وخيتك عقب شهر وتحت ماكلة الدار. قلت جينا نعمل تحريشة ونطلع البيبيات متوحشتها. ها؟ مالا للا ازر بروحك. على خاطر عمك هايض. أعرف أنت كلالي كسكروتي. برمشي شوف تخلطش على قدمة من الفطور. باهي. حق فوشي. أنت وشكون جبدتوا عليا؟ أنا وسي كازانوبا. فاطمة سالو نقدم لك سونيا ونادي اقرا معاها فرد فال. شكوني هذي؟ اون اكس؟ سبب با أنا أخت. أخت اون امي عدينا مع بعضنا الباك عمناو. اون امي؟ معقولة ماني ولا نسيت اسمها؟ سارة أنت أخت ماني هاك اللي تقرا في صفاقس؟ هاي هذيك هي. فكرتها حمزة ما؟ شنو تفكرها؟ شكوى لازم تمشي لها المحطة باش يزلها فليجتها ويروح بها. مش هكا نيجي؟ يا هاي البنات ماما ما عادش بكري سبيسيال باش تفوت مرة. مش مشكل تو ناخذوا تاكسي. شد حمزة هز لي هذا. فاطمة ما تقول سلاميني باهي. حمزة هيا جيتش. باهي جيت. ما كذبتش أمي يامي كي قالت الرجال والزمان ما فيهم شماء. حتى البنات ما عندك ما تقول فيهم. ألو أنت منو؟ أم دوزة؟
يجاو تليفون الباب هذا. مرحبا مرحبا ام دوجه، مرحبا. تفضلي تفضلي. سالي كلثوم سافا؟ سالي صافا بيان. كان بنتك هذيك ناقصت عليا من القضيه وراهي باش تقتلني. هاي تفضلي تفضلي، انا قاعدين نفطروا. هاي صح صح. سالي ما شيري. اهلا ماما، لاباس؟ ايا صحه ليكم، ياكم عاملين فطوركم بيتزا كمانديناهم بالتليفون. بون. بيني وبينك ربي يا مدوجه، كي خلط البيتزا لهنا السخونه تحرق، تقولي توش بدناها من كوشه الغاز. تعرف كلثوم ثم واحد جديد حل هوني في حومتكم يعمل بيتزا جيده هكا باتفيل، كي تكمنديها يبعثلك بالفاكس. بسم الله. ايه رب تهبط مش بينها وبتنها؟ ايوه، كانت تحب تزيد زيتونه تنزل على ايتوال دو دياز. لا عاد لا دياز يا كلثوم، تفضلك معاك. ماما نقص لك شويه؟ نو ميرسي ما شيري، انا مازلت كي كملت بتي ديج بتاعي هوني في الحومه. باغ كونتخ جيتك بافير اهبال. تو نحكيو بعد الفطور. انتو يا احلى زميله في السوق الشغل، هيا دي دبرت لك كاستين من دارنا. انا دبرت يا عم امي. اسمعني، كانك نامي على فسعه ما توحنيش مع اخوك. ها ملا كل مره نلقاك في سبه. تفضل تفضل. الحكايه كل وجهي في وجهك. قولي سمعتش علي حاجه هك ولا هك؟ كيفاش؟ جونغ انت عامل عامله وتحب تعرف خوك فيق بيك ولا ايه؟ نجم تقول. علاش سيدي؟ اليوم فقط بومي سيدي خويا وتبت عليا الشمام كيف اللي قاعدين يكمبروني في حاجه. تقول انت مثلا يحبوا يخرجوك من الرزق اللي ورثته على ابوك الله يرحمه؟ هذاك صحيح يكذبوني فيه وفيه. راني نستنى توا باش نطلع الطاقم تاعي. يا ولدي صلي على النبي، تلقاهم يحكيوا على حاجه وانت هلوست. يا باهي اديني بلا خدع من رسمتي. هذا كاسي راهو هربتو من دار خاطرك جداتك بالسيف. فاش قا؟ ما تعرفش دخل جداتك ينقص كاس من النهار ما يجيش نوم في الليل. وليت انا وعزوزتي شيخين عليها، خبيهولها وصحنا مغاره في بيتي. مسكينه تعدي ليله كامله تهدي وساعات تمشي تفرت البوبيل. سالي. هلا توحشتوني يا جماعه. مش هكا انت وينك يا بيد؟ وش هرك ما جيتش هكا يا هراب؟ حتى تليفون ليه؟ من يرجع نقرا. اخيرا بابا وافق لي على الحاجه اللي نحب نعملها. اي مبروك. انت كان صدقني ربي حق دي جاب ولادك، مش هكا توا لشرفوا؟ سي جاو عندهم شرم اللي تولدوا. كيف تساعدك؟ ما تقوليش توامه كما قالت الدقازه. اي توامه، اما طفل وطفله. وش سميتهم؟ واحده صابره والاخر عمره عمران. مامستو لوكزات يا وسيم ياسر توندونس هذوما. تحق تقرا معايا انت؟ اي عاد قول لنا شنو رجعت تقرا. اهلا سي محمد علي، انت وينك يا يا ولدي هالغيبه؟ عسلامة دكتور. جوستومون ذاك علاش جيتك، انا باش نحكي لك على التطورات اللي صاروا في حياتي. ماك تعرف دكتور مرتاح كي ليك انت. باي باي تري تري بيان. هاي تفضل البيرو تفضل. ميرسي دكتور، تنحكي لك على كل شيء بعد. تشاو لوكزا. دلندا خو خو اكلاسي هذايا. اسبوعي برا برا فيسع فيسع. عمل لي نسخه على بطاقه التعريف تاعك. الواسي تخوي نسخه بطاقه التعريف تاعي. تينا باش نبعثها تكمل الدوسيك نتاع السي ان اس اس. قلت لك شدتو ولا فاش قام عاش بنسخه بطاقه التعريف تاعي. تي برا عملوا كوبي زي متها لويس. انا نقول لك ثم حاجه معناتها ثم حاجه. هكا هو عاد ولا قايدني في ايكول ليبر وقال لي تشوفوا اخرتها معاك وين. يا هو قال لك لا مشجع عاد مسكين. اي ما قلتليش فاش قيدت. نتعلم باش نولي فيزاجيست دكتور. ابو ما في علميش بيك مغروم بالبنتور انا. ليه دكتور مش بورتريتيست فيزاجيست. وي 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 مي كاسكو جو راكونت. وي فيزاجيست سي نوفيل توندونس هذه. فوالا دكتور، سوان تاع الوجه استيتيك تاع الوجه مكياج مثلا. دكتور تجينا مرا فده من روحها على الاخر قلق من خليقتها، نحنا ننصحوها شنو اللوك اللي باش تعملو. مثلا هي باش تولي مثلا نعملوها لوك تاع مغنيه، نعملوها لوك تاع غروند اكتريس. دكتور خليني نشوف حتى الرجال زادا يجيونا. مثلا انت دكتور نجموا نبدلوا لك اللوك نتاعك الكل. بابا وي مثلا انت تجي نتاع دي غروند ستار، مثلا انت عمر شريف ولا. نو 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 خليني نشوف هكا.
جورج كلوني دكتور. جورج كلوني. اسمع ايش اقول لك، نجم نولي مورغان فريمان؟ ليه دكتور؟ مورغان فريمان صعيب شويه والله. خساره. ما لا تقول انت رجعت تقرا في غرامك الاولاني. والاخير الحمد لله يا ربي. دكتور نكمل قرايتي ونجي نبدل لك وجهك. لا 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 عايشك عايشك، نفدلك معاك. انا وجهي عاجبني هكايا، دايور ما فيه ما ترقع وما تمكيج. امان امان، باهي وجه المدام. تشبيك على وجهنا يا ولدي انت. دكتور تعرف الاختصاص نتاعي هو الكل، هو المستقبل، وكما يقولوها الدنيا بالوجوه. اما ناسي زاد اللي لاخره بالفعايل. سامحني دكتور، اللي ياكل في خبزته بعرق جبينه يسمى ربح حياته والاخره نتاعو. تو هكا دكتور جيتك باش تشجعني ولا تعاود تعقدني؟ لا 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 سي محمد علي، والله لا ما نقصدش، بالعكس انا نشجعك وندزك القدام، الفايده برك تعمل الشيء اللي تحبه. ميرسي دكتور، ما تصورش قداش رتحتني، مالا على الفازة باش نبوح لك بسر. بوح بوح، سرك في كونجيلاتور. قاعد نعم في ديكور دو سواغ زادة. أوه رد بالك سي محمد علي، على خاطر وقتها تنجم تولي فيزاجيست نتاع بوجين. تخي سامبا دكتور، ماك تعرفني أنا مغروم بشتيح، بون بلوتو دانس. قاعد نتعلم في اللاتينو. فو اللاتينو، التونغو والسالسا. أولي والفلامينكو دكتور. هذاك اللي ناقصنا في تونس. تعرف سي محمد علي اللي الفلامينكو اصله عربي؟ واه. ابون سي. وتعرف شنو اللي يميز الفلامينكو على الشطيح الاخر؟ خاطرو جاي من الاندلس. لا لا فما خاصيه اخرى. التصفيق. شكون اللي بيدعوه؟ العرب. واه. شبيك شبيك شبيك؟ نجم نسألك؟ نسأل؟ قول لي طول السيريزيز، نجم تطلب منك نسخة أخرى تاع بطاقة تعريف؟ ما ظهر لي، أنا توا عندي أكثر من 20 سنة، ما طلبوش مني نسخة تاع بطاقة تعريف. علاش؟ خاطر سيدي خويا قال لي جيب لي نسخة تاع بطاقة تعريف، قال لي شنو هو السيريزيز؟ فهمت مش السيريزيز، شنو الكنام؟ سر الكنام؟ شنو هي هذيك الكنام؟ وانا خويا انا ضخت باش فهمتها، تي هيك كاسه تعوض مصاريف نتاع الطبيب ونتاع الدواء. هادي كيف 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 ومش كيف كيف. مالا كيفاش؟ يوم اللي مقيدين فيها كل واحد فاهم على كيفه هو. معناتها انا توا سيدي خويا مش قايدني في الكنام. اكيد، اما هاو النبي عليك من توا يلزمك تحضر اوراقك المضامين والفيشات اللي باش يعمرهم لك الطبيب. انا اخوك بعد ثلاثة ايام قلت لهم اخويا عوضوا لي حق الممرضه نتاع فاصلي واسمع. فاصلي ولا نتاع فاصلي؟ بيبيلي ولا بعث لي سمي سما نتفاهم وقتاش نفطروا مع بعضنا. باهي داكور. وانت يا ابن بطبوطه ايش نقول لك؟ انا نسالك كاس زرير وانت تساني الكادو نتاع التويمه، اش معناها؟ معناها خالصين. باهي خلصين. سالو تشاو. سبوعي قال لك خوك دوب ما تجيب الكوبي قول له. باهي شو قول له؟ قول له اللي جيت. هي بدل ما جيت له واش قول له؟ الو دكتور او سبوعي جي. باهي هاو خرج لك. ولو يا خرج لي بدل ما جيت. سبوعي يا زي مضمار وترت اعصابي. ريت انت قداش تنرفز الفاصل علمتني فاطمه وقت الفطور. هاو كان هيزي هو يرسكي عندي بالفطور توا اللي يجيب فيه بنته معاه. اش بيك تتريعش الكلك؟ شيء هاي النسخة تاع بطاقة التعريف. شنية؟ هذه نسخة تاع بطاقة التعريف؟ تي هاي كحلة مسودة ما فيها ما يطرع. هذه ما تكون عملتها كان عند الباجي. خطيه باجي الماكينة بتاعه بتاع الفوتوكوبي مكسرة، عملتها عند المصور بتاع الحومنة وكانت بتطلع لك نظام ولا نشيلك دابر قول لي من توا. شنية شنية؟ فاش قال؟ حاشي بفوتوكوبي بتاع بطاقة تعريف؟ هكا هاو يا رب. دلندا هاني واصل بقضية تو نجي. حاضر دكتور. قول لي تبدو يا اخي زيد خويا ما مطلبش منك نسخة بطاقة تعريف تاعك. ليه؟ فاش قال؟ يا اخي ما بالكش هذي عملوا سيريزيز جديد اسمها الكنام. سمعت بها ما الحق ما سالتش. قال لك حاجه خلقه بون سيريز برشا اوراق اما حاجه هايله. كيفاش فسر لي ترى؟
المفيد باهية. سبوعي انت شكون قالك اللي خوك باش يعملك الكنان؟ باجي ظهرني سيدي خويا قال له. الوغ اش قلت زينوفتي؟ انت هكا ماما تحبني نبيع البوتيك متاعي الحماس؟ او زينوفتي شامك فيه حماس ولا بيع بوب كورن؟ الفايدة كي تخرج منه دبر مرشينة بيا. ايوه هو يعرف البقعة؟ ما بيان سيغ نهدو عليها البقعة، عجبتو برشا وقال لي السيتي اللي بجنبها الوغ لا تغلي بالكليونات. ربي وين ترى فيهم كليونات؟ كلهم مش حاحين. ايكوت زينوفتي، انتي تحب تبيع الشمع البارفيمي والبيبلو ايبر برونشي وسط سيتي البريمة فيهم مازال له 25 سنة كريدي باش يخلص لابارت نتاعو. مالا شنو تحبني نبيع لهم؟ 100 غرام كاكاوية باش يعدي بها المسلسل، دي فروي سيك المولى الدار، مسيو كي يروح بعد نهار خدمة، دي كار تليفونيك، الجنادو اللي باش يكلم سبتي تامي في الليسي، اكسيتيرا اكسيتيرا، هاو الكوميرس. شو يا سيدي؟ ماما من وقتاش وليت تجنقل بالسوسيولوجيا الاقتصادية؟ أنا ما قلتلكش زينوبتي، مني دخلت لدي السيل الدار. هيا مبروك. يعيشك. ألوغ كل ليلة نعمل بان ونحط الحتة والمكياج ونقعد نشاتي مع سوربون 68. سوربون 68؟ وي هذه بسدو متاع واحد أستاذ جامعي في السوسيولوجي هجال وحشام وحليلته وحليلته. ألوغ نعديو السهرية وحنا نهرو بالويب كام في أمور السوسيتا بيان سور. مدام زين تحبوا حاجة أخرى؟ سافا كلثوم. كلثوم كان كملت قضيتك اقعد معنا مسيرش. أنا عندي برشا ملي كملت غير نستنى في البوانداج. شنو هذا؟ تي تقصد لوغ دو بوانت، ما هو الكيراني اللي تهبط من نصر تبدا فارغة وموجودة بكثرة. تعرف يوم مدوجة؟ عندكم نعمة كبيرة من عند ربي، نحن تخذيش الكار في حين الأربعة متاع الصباح، تظلي باللز والدز، راهو دمار راهو. شد سي شباب الفوتوكوبي نتاعك تلمو مسوده اللي ما قبلوهاش ولا صححت في بقعتك. طول عمرك صاحب بلاص يا خويا، جاب ربي منع صداقي صححت وعدي. قول لي سيدي خويا ما انا وليت بك نهامي انا. شي شي يحكي على الكنام دكتور لاسيرونس جديده. وفاش قام نعمل لك في الكنام وانت صح سالم تضرب الحيطه تهدو؟ ما انا فاش قام انت امي توتت عليا وتاخذ في النسخه بتاعت التعريف بتاعي. توتت عليك توتت عليك هكا هكا حتى واحد يحب يعمل لك سوربريز وتمرجو. سوربريز يا خويا؟ اي سوربريز. اي ما يومك حبت تاخذ لك بورتابل وليت كي قدر عليا ربي شاركت انا وياه وخذينا لك وحيد وشد بورتابل. بورتابلو يا اخر صيحه هذاك فيه مصورة وفيديو وام بي 3 هاك اللي تقدس الاغاني. سامعني بوسك باهي 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 ما نحبش البوس في البيرو. وهاوكا فيه الكتاب نتاعو وقل دالندا تاتوريك فاش تستعملو. شد شد وتوا سيدي نصب لك فيه غنياتي ودي فيديو حلوين. وانا دالندا ما تصب لي حتى شي في بورتابلويا؟ انتي صعيب شويه دكتور. بورتابلو كلاسيك ما فيش ام بي 3. اما كان تحب تم بعد نصب لك دي سونري. دي سونري بتي فرير اش قولك لو كان نعطيك بورتابلويا وتعطيني بورتابلوك على خاطر ياسر خاطر ما ظهرليش كان تنجم تستعمله. ما نحبش. ما تحبش تري تري بيان. ما برجع عليك سيدي خويا. حل حل حل. هادو خيتي نيه بط من الكار هو جاب جرتي يا حنانة ونرجع لي ونعمل لي سيف تشوها نحن هكاكا. هاو عاود تلبش نقولو باهي قولو داكوردو. أمي قولي قداش؟ باهي استنى استنى ما كلثوم تعمل لنا قهوة عايشك؟ مش كنت تو تشربوا في التاي؟ حد تقول لي لا يا قومي بالخامة تو نمشي نروح خلاص. الو وي مجدي الو عجبتك البوتيك؟ ايا باهي باهي ملا قولي انت على سومك وين نشورها؟ وي
بي ها قديش قال لك 40 مليون 40 مليون وي مي ا كونديسيون تصبر عليا حتى اللي نتصبروا الكريدي نتاعو ميسالش قول له موافقه الو مجدي اي سيدي نقول لك مبروك الحانوت اي 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 شورتها و... وي 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 ما متفاهمين الله يبارك اسمع ماما نحب الحكايه هذه تقعد ما بيناتنا وما نحبش سليمان يسمع بها يا واخي حتى هم 40 مليون امي ربي فضلك لي على الكادو معليش صح يا بنتي عزوز اسمع 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 يا غنية لطيفة اي اي زبط لي تدو من البورتابلو الغنية ولا صبة مازلت نسمع تنجم تصب الغنية تنجم تصب تصاور كليبات قبلي تدو ثم تليفونات تنجم تجبد بيهم الشينات كما التلفزة اسمعي صبت لك اخر الا تدو نتاعك صبر بركة وعلمتك مش استعمل ربي شو اسمه الريفكتوار بتاع نوامر شنو هو هذا امي هذا يخليك كي العكة جيب التليفون تحط فيها نوامر بتاع العبد اللي تعزه يا ملا حطيت نوامرنا نسكن بالزلت والنمر حطيته بتاع ددو تشنوه تو يا اخي تليفونك ولا تليفون اللي ددو نتاعك عزوزي كيف مش ددو ريب العرش استعملوا هكا اسبوعي لو كانت تحب اميمتك بالمجد راك اول اسم حطيته في الفرتوار نتاعك اسمي انا اذا كان تحط اسمي بلا نومر والمهم نكون موجودة انا وليدي تنجم تحط نومرو داري نومرو سيني بعد دالندا ما يسيل الشراء عايز على خير يا باجي خوي سليمان خوي سليمان وي سمعني دقيقه تفضل شو على خير لا لا فما كان الخير فماك ليه تعمل في الكنام الاسبوعي عاد قلت علاش ما تعمليش انت بريزون شارج مخير تولي انت تبيب العائله ولا نجي في واحد براني تش بيكم يا ودي سمحتوا لكلكم تهتريوا على حكايه الكنام وكان على البريزون شارج مازلت مانيش مقيد فيها الكنام هذه اما شنو باجي نجم نبعثك الواحد زميلي شيف دو سيرفيس في سبيطار الرازي زعما اي باش هكاك وقت يتمدوا لهم البريزون شارج يقبضوا عليك طول في وسط الدار نتاعها الكنام هكا سليمان قاعد اقول بروحك تطلع بيه حكايه الاسيرونس هذه ولا قل لي بل ما تقيد ناوي كي تخدم مخك وتكمبن على ترجيع الدويات الخياليه بربي يزيني تو الواحد كي ما يدبرش راسه في امور كيف هذه كيفاش تحبوا يخلط بجاه ربي قل لي يا باجي تو انت تدبر في راسك في الخدمه تدبر في راسك مع الاسيرونس تدبر في راسك مع القباضه مع البلديه وفي الدار اش عامل اش عامل انا نستحيل وندبر في راسي مع المدام دي فونت كوميرس شبيك تطلب فيا توا ما تقوليش اللي انت ندمت عليه تفهمنا عليه حماس مانيش حماس زيد ثبت مليح يا زينوبه زينوبه اسمع انت يظهر لي فيك واحد قليل حياه ويزمك تتربى نمروك ها عندي حتى تشوف غدوه عندي البوليسيه تشبيك اختي زينب حبيت نقول لك اللي جماعه هذا ولي بورتابل وطلبتك بالسجل نمرو يا عندك في بورتابلوك يعطيك سخطه يا سبوقي طيحت لي قلبي
الو الو تشبيع على القدر. كنا نعرف شكون هدا لك البورتابل الا ما نكبلو ساعته. صبوعي شبيك وين كنت؟ حتى شي عزوزتي كنت اشوف شريبة ماء. شكون اللي يطلب فيك عقبة الليلي؟ ها؟ كان تطلع دد متاعك عطيها لي لما نورك فيها. الليلي عزوزتي شري بونوس فيه 50 اس ام اس بلاش. نشكرهم على البونيز بتاع الخمسين سباس. يا رب يا رب يا سيدي. اسبوعي راح البورتابل من يدك وخليني نرقد خير لك. الخير وين شكون؟ اسبوعي مو لاباس امي بيها حاجه بدك لاباس ما ثم شيء يا اخي شفت مشاعر سيدي خويا طلبتك باش نقول لك مرتي بوكو على التليفون والله وحدك سيدي خويا ما تصورش قداش عمي جو شوف لي حل شوف لي حل.